الفجر نساي يا زمن هذا البشر نساي كل ما سليت الحزن جدت علي بلواي كل ما سليت الحزن جدت علي بلواي جدت علي بلواي علي بلواي يا دافع عن الوصل ومسكنك بحشاي يا دافع عن الوصل ومسكنك بحشاي ومسكنك بحشاي ومسكنك بحشاي انت كلمت سعد عن موضوع الخطبة؟ وش دخل السالفة هذه أحيين؟ يمكن سعد قال كذي يوم عرف ان انا رفضته. سعد اكبر منه يفكر بالشيء هذا، والسوالف هذه ما تأثر في العلاقة ما بينه وبينه. يعني انت متأكد من كلامه؟ الا متأكد، متأكد مليون بالمية، واللي يزيد تأكيدي ابوي وتصرفاته الحين. خذت عنوانه؟ لا، هلا احنا لازم نتأكد. روح حق سعد وتكلم معاه واخذ منه المعلومات، ترى هو الخيط الوحيد اللي يقدر يوصلنا حق عمه. انا رايح لها حي. يعقوب لا تنسى، ترى ابوي عند ابو سعد الحين. لا تخافين، انا عارف شلون القى سعد. لا يا ابو يعقوب، اللي سويته غلط. وشلون غلط يا ابو سعد؟ يعني تبيني اقول لعيالي على سر انا خاشي عنهم هالعمر كله؟ اذا ما عرفوه اليوم بكره بيعرفونه، ويعرفها يعقوب من سعد، وهذا بداية الخيط. أنا إذا علي أقول لهم، بس خايف عليهم يعرفون إن عمهم هو اللي ما يبي ينسى. أنت اللي عليكم قولوا لهم السالفة من أولها لآخرها وهم بيقررون. العيال كبروا يا أبو يعقوب، يفهمون ميزون. هذا اليوم اللي ما حسبت حسابي.
الحي يلتقي بالحي، وهذول عيال عم، وانتم عليكم تقولون لهم السالفة من أولها لآخرها حتى ما يصير لهم مثل ما صار لكم. سعد، 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 هروبك هذا ما راح يخليك تفلت مني. بعدين انت قلت لي السالفة وانا ابي اعرف نهايتها. انا صدق قلت لك، لكن كل اللي قلت لك انا غلطان فيه. وبعدين هذه الاسماء مجرد تشابه اسماء ما لها علاقة في بعض. يبا سعد، ما احنا بجهال مع بعض، ما احنا بجهال قاعدين نلف ندورها مع بعض. اسمع، بكون في معلومك، انا عرفت الحقيقة كلها. حقيقة؟ ومن اللي قالك؟ ابوي اعترف وقال ان الكلام هذا كله صحيح. خلاص يبا، مدام قال لك ابوك انا حق جايني هالحين. لان ابوي مو راضي يقول لنا وينهم فيه، مو راضي. ولا قال لك شو الاسباب؟ مو هذا اللي انا ابي اعرفه يا سعد، هذا اللي ابي اعرفه. شوف حبيبي سعد، سعد احنا اكثر من اخوان، وابيك تقول لي كل السالفه من البدايه للنهايه. حبيبي انا ما اقدر اقول لك اكثر من ارقام تلفونات وعنوان عمك للشركة، غير هالحكي ما عندي. زين زين، اللي يجي منك بركة. عطني قلم، جيب من عندك ورقة، كان عندك ورقة جيب. تمسك يبا، ها كم اكتب عندك؟ 03. يعني ما يدرون ان ورانا عزيمة وعودة مهمة، كل واحد منهم قاعد بغرفات تجهز روحه، والزمن يمر علينا مثلات البرق. محمد، البنات لحم ما نزلوا؟ تسأليني أنا؟ ما تروحين تشوفينهم؟ فريدة، فريدة، أنا كان معهم. تالي بسرعة روحي قولي حق ريم وهدى ينزلون إن شاء الله. يلا بسرعة إن شاء الله عليهم، كلهم متأخرين. وبس عصام، أنت بعدك قاعدة هني؟ إيش قاعد تسوي؟ يلا قوم 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 عشان تروح ويانا. وين؟ شنو وين؟ بيت مبارك عشان خطبة أخوك. أقدر أفهم شنو معنى هالنظرة؟ عادية، ما فيها شيء. هاي يسمونها نظرة بريئة. وين البراءة اللي فيها؟ وأنت حتى ما تحركت من مكانك ولا سويت شيء. لأنه ما راح يصير شيء أصلاً. عصام، اللي قاعد تفكر فيه مو موجود أساساً، وأنا تأكدت من هالكلام من أخوك محمد. أنا أقول إن محمد له زوجة ثانية، بس هو مو راضي يعترف. يلا، مسير الأيام تكشف المستخبي. يعني شافها من هالكلام الحين؟ لأنه ما راح يجي، وراح تتأكدين من كلامي. بتقولين عصام قالها؟ تفضلي، هذا العنوان ومعه أرقام التليفونات بعد، مالت البيت ومالت الشركة. صدقتي الحين؟ أنا مصدقتك يا أخوي، بس لازم نتأكد، يمكن تشابه أسامي مو أكثر، ويا كثر هالأسامي. نتأكد، بس شلون نتأكد؟ أيوة، ما في إلا إني أروح حق عمي جاسم وأقابله شخصياً، أو إني أتصل فيه وهو يعلمني بالسالفة كلها. لا يا أخوي لا، في البداية لازم نعرف ليش أبوي مو براضي نعرف السالفة هذه. إحنا إذا عرفنا وحطيناه أمام الأمر الواقع أكيد بيعلمنا بالسالفة من الأول للأخير. أنا مو معك في ذا الشيء يا يعقوب، وبعدين هو أبوك وهو أعرف ليش مخبي عنا السالفة. أكيد في شيء إحنا ما نعرفه. معاش حق يا بنيتي، سالفة طويلة ما كان ودي أقولها لكم. يبقى أنا أدري إيش تبي تقول، ومعاك حق في كل اللي سويته، بس لازم يا ولدي تعرف ليش انا اخفيت عنكم هالموضوع كل هالسنين، مع ان المفروض انكم عرفتوا هالسالفه من زمان. يعني صحيح يبا لنا عم وأهل في الدمام؟ إيه يا بنيتي،
زين يبا، ليه ما كنت تذكره ولو مره واحده طول هالمده هذه كلها؟ ايش اقول لك يا وليدي، اصعب حاجه بحياه الانسان انه يشوف اخوه يتنكر له. يتنكر له؟ وليش عاد؟ يبا قول لنا ايش السالفه. جدكم يا عيالي الله يرحمه اللي هو ابوي وابو عمكم جاسم تزوج من مرح، والمرح هذه من عائله غنيه، بس مع مرور الزمن صارت بينه وبينها شويه خلافات وصارت تعايره انها غنيه وهو فقير، ويدكم ما تحمل راح وتزوج من مرأة بسيطة على قد حاله اللي هي أمي الله يرحمها، وبالسر على أساس ما تزعل اللي هي أم جاسم. لكن يا عيالي السر لازم في يوم من الأيام ينكشف، ولما درت طلبت الطلاق وتطلقت منه وأخذت عمكم جاسم وراحت عاشت عند خواله، وابوي راح من طريق وهي راحت من طريق، وهذا كل اللي صار. وليش يبا انت ما رجعت حق عمي جاسم ولميت الشمل مرة ثانية وانتو مالكم ذنب في اللي صار؟ رحت يا ريتني ما رحت يا بنيتي. ليش يبا؟ قلت يمكن يتغير الحال بعد كل هالسنين، والاخو ما له قناعة عن اخوه. بس وش بس يبا؟ رحت أعزيه ووفاة خالتي الله يرحمها. ربنا الله يجزاك حقيقة لما سمع الخبر صدمنا وجينا نعزي. مشكور. عظم الله يجزاك. عظم الله، عظم الله يجزاك، عظم الله يجزاك. إنا لله. الفلاح أكيد ولا من يتجرب ليش بجسم محمد هذا من عمسة اللي إذا قالوا من عليه هذا شيء داخل. وش رأيك نتأكد من سألو محمد؟ لا يبا أنا حد هني روح سألو ما نشوف. أقول أبو محمد ماذا بجاسة هناك أخوه؟ أنا ما عندي أخوان، وإذا قصرك هذاك الرجال أنا ما أعرف. عشان كذي يا عيالي ما ودي يصير لكم مثل ما صار لي. يمكن عيال عمكم ما يبون يعرفون ان لهم عيال عم. لا يبا لا تقول كذي. ايش في الفلاح مو بانسان له احساس ومشاعر؟ يبا ما في فرق بيننا وبينهم. الفرق كبير يا بنيتي، عمكم من اكبر التجار وحاله غير حالنا. يبا كل واحد وله حياته واحنا الحمد لله عايشين. يبا ما بيك تقول هالكلام، هما مو بأحسن منا. إيه الله يرحمك يا يعقوب، كانت تقول لي نفس الكلام لما تسمعني أجيب طاري. يعني يبا أمي كانت تدري؟ إيه يا وليدي، وكنت أنا اللي أقول لها اللي ما يبينه حنا ما نبيه، وإذا الله كتب وجاء ذاك اليوم رب العالمين يحلها. قومي يا بنيتي سوينا اللقمة نسد بها يوعنا. إن شاء الله يبا. دقايق ويجهز العشاء. يبا قول لي إيش عنده من عيال؟
لا عاد احنا ما بنسكت عن هالشيء. انا شو اقول حق ابو مبارك الحين؟ انا اتصلت بالمستشفى وقالوا انه في غرفه العمليات، يعني عنده عذر. وانا اسقر وجهي قدام ابو مبارك. يبا الحين اتصل بعبير واعتذر من هالتاخير. لا 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 حد يتصل، لا حد يتصل. بس يا ابو محمد لا تلوم نفسك، انا لو ما اعرف الظروف ما جيتك الحين. والله يا ابو مبارك انت ما تدري ايش كثر انا فشلان اللي صار، فشلان. وهو معذور وبعد ذي اروح ناس. عسى بس يعني بنتك عبير يعني عسى. هم عبير مقدره هالشيء. المهم خلنا في الامور اللي تخصنا. قبل ما نتكلم بالامور اللي تهمنا وتخصنا، الحين قدامك بتكلم مع الدكتور محمد وبلزم عليه انه ما يشغل روحه الليله. ايه ما يحتاج تاخير. انت يا ابو محمد شايل هذا كله على راسك، المساله ما يبي لها عجله. عاد هذه كلام يا ابو مبارك، احلى من العجله ما في. يا ابو مبارك يا ابو مبارك نبي نفرح. عبد العزيز عطني المستشفى وخلهم يوصلوني بالدكتور محمد. Hello? Yes? Okay. Hold your line, sir. أنا بسوي لك التحاليل والأشعة، ومتى ما جاء موعدك الجاي إن شاء الله تكون نتائج ظهرت كلها. إن شاء الله. Oh, thank you. Hello? الوالد؟ يا حياك شلونك؟ الله يسلمك. موعدنا مع العم مبارك الليلة. ولا يهمك، صار خير إن شاء الله. واعتذري منه. مع السلامة. أنا بكتب لك الأدوية هذه إلى موعدنا الجاي، تكون إن شاء الله خفيت. وهم بعد لا تنسه كثرة الماي ترى مهمة جدا لصحتك، ها؟ إن شاء الله. تفضل، هاي رشيته تصرفها. شكرا الله يديك العافية إن شاء الله. شكرا. إيش دعوة يا عبير؟ هذا انتوا بعدكم ما انخطبتوا وبديت الزعل. انت عارفة الدكتور محمد؟ لا 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 مو قصدي، مو قصدي، يعني اقصد عملك كجراح مو سهل، وانت لازم تقدرين هالظروف. لا اول ما يرد البيت اسمعه. واحنا كم مرتخو عندنا. الظاهر ان القعده بتطول والسوالف بتطول اكثر واكثر، وانا وراي شغل في المزرعه وماني فاضي لك. ايش دعوه يبا، ايش دعوه الله يهداك، يوم حلت السوالف بتقوم تتركنا. ابوي معاه حق، خليه يروح شغله، وبعدين الايام طويله ان شاء الله بتعرف اكثر واكثر بعدين. يلا انا رايح على كل حال. يعقوب قريبا انا رايح ازرعه الحين وبنتظرك هناك، لا تنسى تجيني ان شاء الله. يا سلام يا نوال، ما تدرين ايش كثر انا مستانس. عشان عمي طلع غني يعني؟ لا، عشان طلع لنا عم وعيال عم في الدمام، مو مثل يوسف اللي مأذينا بخواره. ليش؟ انت ناوي تروح لهم؟ اكيد، بس مو بحين، ان شاء الله اذا جاء الوقت المناسب. انا اللي كاسر خاطر ابوي من سنين وسنين، وهو خاش هالموضوع في قلبه. وانا اقول ليش مو ناوي يتزوج واحده بعد وفاه امي الله يرحمها؟ يمكن كان خايف يصير لنا مثل ما صار له ويا عمي جاسم. مو يمكن الا اكيد. تبين الصدق؟ جدي كان غلطان، ولا ايش له يتزوج من خالتي اللي كانت اغنى منه؟ الغلط مو في زواجه من خالتي، الغلط ان تزوج جدتي بدون ما تدري خالتي، وهذه اكبر مشكله. في ناس يتزوجون بالثنتين والثلاث وعايشين في سعادة تامة. ما شاء الله. السلام عليكم. بكلمك انا بعد شوي، اوكي؟ اي مدير. هلا مرحبا. شو مسوي؟ شلونك؟ وين انت؟ ما عرفتك. انا ورور. حيا الله غانم. وينك انت؟ وينك؟ ايه وانا اللي ويني؟ انت اللي قاطع 24 ساعة في هالشركة، شغل شغل شغل. شنو ما صارت؟ هانت هانت يا غانم، تفضل سيدي. شنو هانت؟ قاعدين في اختراع اسمه تليفون، وعندك جوال بس بخيل. انزين اقعد ابيك، تعال اقعد اقعد. تعال مني اقعد مني الكرسي. ايه
انا كنت ما باجي بس قلت خلني اشوف اللي باعنا هذا. انا ابيعك يا غانم بعد العشره كلها ابيعك، شلون ابيعك وانت الهواء والماي بالنسبه لي؟ اي ادري عنك. المهم ايش تشرب؟ هذا انا شربت. ها خلاص كلها كلمتين وانا ماشي. لا حبيبي لا كلمتين ولا غيرهم، ورور انت اول مره تبارك مكتبي، يعني ما يصير كذي، لازم تشرب شيء. شنو تشرب؟ عندي اخبار اخبار كذا. لا زين يلا قول، كل اذان وصاغيه قول. طحت لك على ارض زراعيه ايوه تنفع حق مشروع المشتل اللي كلمتك عليه. بل 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 ما شاء الله عليك انت، بعد الفكره هذه تدور براسك ما نسيتها. انا اتكلم معاك جد. وانا بعد قاعد اتكلم معاك جد، شايفني اتغشمر. انا لو علي كان خليت هالمشروع حقي ولا فاتحتك فيه، بس السيوله ما تكفي، فقلت عاد ها ماكو غير زميل الطفوله صديقي العزيز شريكي وحظي عصام. شريكك؟ من صدقك انت الكلام اللي قاعد تقوله؟ ورور هذه المواضيع ما تجي كذي كذي، هذه يبي لها دراسه. صح النوم، من اول ما طرحت عليك المشروع والفكره وانا طايح لك دراسه دراسه الى ان مليت. ها بتشارك ولا اشوف غيرك؟ يلا انا ما عندي كارميري. هونك يبا هونك، اركد اركد ورور اركد وركز معاي، من متى هالحكي؟ صح النوم، من اول ما فاتحتك بالموضوع وانا طايح لك دراسه لين مليت. ها قول لي بتشارك ولا اشوف غيرك؟ يا حليلك يا ورور يا حليلك. اشوفك تبي تدش مجال التجاره، تبي تنافس، سالفتك انت؟ زي ما يخالف، بس اهم شيء عاد ها تكون مالي ايدك من الموضوع صح؟ وهدومي بعد، ولعلمك لا تقول ما قال لي غانم، هذا المشروع بيخليك تدخل التجارة من أوسع أبوابها. شلون يعني؟ يصير أنا عندي شغلي الخاص مثل ما أخوي محمد عنده؟ ما فهمت. مو ضروري تفهم الحين. زين ايش تبيني افهم؟ ان احنا اتفقنا خلاص. زين ما سويت يا ابو يعقوب؟ اكيد الحين بالك مرتاح. صدقت يا ابو سعد، بس العيال اللي بالهم مشغول وخاصه يعقوب اللي وده يزور عمه وعيال عمه اليوم قبل باكر. يعني انت ما تبغاهم يزورون عيال عمهم؟ الله يهداك. انا ما قلت لا، بس شلون يا ابو سعد؟ صح صحيح انك طحت على الجرح، بس شلون؟ هذا اللي محيرني وخايف عليهم يصيبهم ما صابني. يا ابن الحلال حالهم غير حالنا، وان شاء الله يجتمعون على الخير. ان شاء الله. يلا تفضل تفضل. ريم انت ليه ما الحين قاعده؟ يلا قومي جهزي بسرعه، انا طالعه حق امي فوق. الله يا اسرع الايام تمضي، هذا احنا قاعدين نجهز حق خطوبه محمد ولدي. هذه حال الدنيا يا ابو محمد، وعسى الله ان شاء الله يعطيك طولة العمر ويبلغك بعيالك ان شاء الله وتشوف عيالهم يا رب. يا انا فرحان يا انا فرحان يا ام محمد. الله يديم الفرحة. ماني مصدق. منو؟ الله شريحة طيبة، انتوا للحين ما جهزتوا؟ هذيك المرة تقولون انا وريم معطلينكم مو كذي؟ خوش محمد ما جهز. هذا معرس ويحق لا يتأخر. وريم؟ توني شايفتها تحت. والحين بتجهز. أكيد ريم. لا أنا أخو لريم. يلا يبا ما بتقوم أنت. يبا إيش فيك مستعجل؟ شلون مستعجل؟ أنا قايل لك الربع كلهم الحين راحوا، يعني ما في قدام إلا أنا أروح بيتنا، الليلة خطوبة أخوي محمد، أبي ألحق على آخرها. يبا بتلحق، أنا ما صدقت إن شباب مشوا عشان ناخذ راحتنا في الكلام، تبي تقوم. يا كثر سواليفك يا ورور. بعدنا ما بدينا،
تفضل ابدا سمعني. عصام انت بديت وحطيت رجلك على اول مشوار في الشركه مثل ما قلت. تفضل. بس انا ما ادري يعني شلون. شلون ايش قاعد تخربط انت؟ ما انت بصاحي. ايش تبي مني اكثر من هالعزومه اللي مسويه قدامك؟ اكلت من الصحون لين طلع من خشمك الاكل. انت اكيد قاعد تغشم. تغشم؟ انت بتسمع كلامي ولا لا؟ اقول لك الليله خطبه اخوي محمد، وليله مثل هذه عيب ما اكون مع الاهل، ايش فيك انت ما تفهم؟ يبا اذا ما لحقت على الخطوبه بتلحق على العرس، بس انا ابي اشوف اموري بعد. انت قصدك على المشروع الزراعي ها؟ هذا انت قلته، سالفه المشروع الزراعي. وانا اذكر بعد. واذكر ان انا قلت لك عطني فرصه عشان افكر بالموضوع، صح ولا لا؟ يا اخوي يا عصام المشاريع التجاريه يبي لها سرعه في القرار وحزم. ومشروع مثل هذا ما في خساره الا ربح. شوف يا غانم انا ما قاعد اتكلم عن خساره. انا اتكلم عن رصيد اولا يكون تحت ايدي مع موافقه الوالد، وبعدين ابدا بتنفيذ المشروع. وبعدها يا غانم راح اكون حر، حر التصرف بكل قراراتي واكون حر نفسي. زين. الفلوس اللي تحت ايدك حق مشاريعك. ومشروعنا من وين بتدبر فلوسه؟ الفلوس يا غانم تتدبر بتتدبر. ما في عندي اي مشكله فيها. بس انا ابي اعرف كل صغيره وكبيره عن المشروع، كم يكلف وايش كثر راح نربح وايش كثر راح نخسر عشان اعرف شلون عليه بالضبط. خلاص اذا المساله كذي الاوراق والارقام راح تكون قدامك وفي اسرع وقت. زين يا غانم الين ذاك الوقت يصير خير ان شاء الله. ايه اذا كذي ريحت بالي. انت ما تدري هالمشروع يدور يدور في راسي وقاعد احلم فيه بعد. اوف وصلت للاحلام؟ لا حالتك وايد صعبه. ابو محمد؟ نعم. عصام ما قال لك انا بتاخر؟ انا محرص عليه. عاد الله الليله اللي انتظرها من زمان. اقول يا باي؟ نعم. اقول الحين معرس منه انا ولا انت؟ ما تقول ما لك شيء. يا حسين ريم طافي حمام ريم ريم مشكور يا بنيتي. هني وعافية يبا. الله يعافيك يا بنيتي. تامر بشي يبا؟ سلامتك يا ابوش. وسالفة ابو فالح بعدها مكدرة خاطرك؟ ايه يا ابوك. يبا يبا الله يهداك، ما في مشكلة إلا ولها حل، وإن شاء الله الله يسهلها علينا كلنا. الله كريم يا ولدي، بس أنت ما تدري إيش كثر مأثرة في نفسي. يا أبو يعقوب، قول لي، إيش أقدر أساعدك فيه؟ لا يغرك شكلي إن أنا صغير، ترى أنا عند قولي وأفديك بعيوني يبا. أدري يا أبوك، والمكتوب بيصير بيصير. كذي بدنا نشوف الأمور أحسن. هات يدك نقوم نغير جو شوي. يلا يا ابو يعقوب يلا قوم قوم احسن من القعده لحالك هني. قوم يا ابو يعقوب. ما تخلي سؤال بك. يلا قوم يا ابو يلا.
هلا. هلا عم مبارك. ليش هم مو عندكم بالبيت؟ ما ادري شكل البيت فاضي، حتى السيارة مو برا. طيب. خير ان شاء الله. اوكي انا بتاكد واطمنك ان شاء الله. ابشر ولا يهمك. حياك العم مبارك. هلا. بس يا يما بس، ما في الا العافية ان شاء الله. شلون خليتوني ياما؟ يمكن تحتاج حق شيء. يما ايش فيكم؟ ايش صاير؟ ما صار لك خير، ما صار لك خير. طلعي غرفتك ارتاحي، ولا تحاتينها، ولدك يمها، ولا تسوين في روحك كذي. ريم ايش فيها؟ ما فيها شيء، تعبت شوي واغمى عليها، ومحمد اخوك عندها بالمستشفى. اغمى عليها؟ ايش منه؟ ايش منه بعد؟ من هالاسم الرجيم. رجيم؟ ايش دخل الرجيم بالاغماء؟ فهموني. يما امشي فوق الحين ترتاحي. شلون ارتاح؟ شلون ارتاح وبنتي بالمستشفى؟ يلا يا يما عاد، يلا ما في الا العافيه، ومحمد عندها. يبا اروح اطمن عليها. لا 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 تروح لها. اخوك يمها، وان شاء الله باكر تطلع من المستشفى وترد وترجع عافيتها معاها. ليش كذي يا ريم؟ ليش؟ ليش قاعد تسوي في روحك كذي؟ ايش اقول لك بعد؟ خبالات عيال هالايام. انا خليني اروح اطلع بعد ارتاح. الو؟ هلا ابو مبارك. سم. لا خير ان شاء الله. ان شاء الوالد موجود، تفضل هذا معك. تفضل. سموحه يا ابو مبارك. اي سموحه. الله يسلمك، صار عندنا ظرف طارئ وهذا اللي خلانا ما نقدر نجيك. اي الله يسلمك بنت ريم. اي تعبت شوي ودخلناها المستشفى. لا 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 لا، ما فيه الا الخير، ما فيه الا الخير. باكر ان شاء الله طالع. اي باكر باكر. اي اعتذر لك مره ثانيه وبلغ اعتذاراتي حق ام عبير وعبير. لا لا لا، ما في شيء، ما في شيء، لا 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 لا، ابد ابد. زين على خير ان شاء الله، مع السلامه. والله في شيله، والله في شيله. احنا كل مره نحدد موعد الخطوبه وصار عندنا سالفه. ما عليه، اسلم راسك يبا، اسلم راسك. هذا قضاء الله وقدره، بعد شو نسوي؟ والحمد لله على سلامه ريم، هذا اهم شيء. عيال هالايام حتى امراضكم غير. يلا انا بروح اشوف امك. تفضل. الله يهون عليه. مينون يا ريم، مينون، ايش حكي قاعد تسوي في روحك كذي؟ القوة يا ابوك، على القوة. يبا الله يقويك. بارك الله فيك يا وليدي، ما ودك تستريح شوي؟ ود ودي يبا انك تقعد وتحط رجل على رجل وترتاح، وانا اللي اتعب، انا اللي اشتغل. بارك الله فيك يا وليدي يا يعقوب. الله يبارك فيك يبا. والله يبلغني فيك واشوفك معرس تارس هدومك يا وليدي. يبا الظاهر ان ابو فالح جه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ ها يا أبو يعقوب، بعدك ودك تشتري المزرعة؟ شو تقول؟ إيه يا أبو يعقوب، يقولون شحادك على المر قال اللي أمر منه، وأنا جايك علشان أقول لك إذا عندك فلوس تراني بيع. بس يا أبو فالح أنت قايل اللي قلته بالأول غير، واللي صاير اليوم غير، وانا رجال طايح ببرطه. فانت رجال شراي ولا اشوف لي زبون؟ عطني فرصه يا ابو فالح وان شاء الله اني ادبر فلوسه. سامحني سامحني يا ابو يعقوب،
يلا من رخصتك. والدبره يبا شو العمل؟ العلم عند الله سبحانه وتعالى، واللي خفت منه صار واستوى. تفضل حياش. والحمد لله على السلامه. تراك خوفتينا عليك البارح، لا تعيدنا مره ثانيه. انا اسفه اخوي. المهم انك تاخذين هذا الدرس وما تنسين طول حياتك. انا اسفه اني خربت عليكم ليله الخطوبه. يا بنت الناس ما صار على الخير. هذا امك. هلا بعد عمرك. هذا نورتي بيتك يا بنيتي. الحمد لله على السلامة. كذي يا يمه كذي خوفتينا عليك. يمه ما فيه الا العافية قدامك، ما فيه الا الصحة والسلامة. لا تلومني يا يمه، قلب ام والظن غالي يا ولدي. ايه ادري ان الام تخاف على بنتها، بس الاهم ان ريم تشيل من راسها سالفة هالريجيم مرة واحدة. توبة. ايه توبة. واولها في الفطور. نعم. باكله كله عليك. وبنجيب لك غيره بعد. نعم. يا هلا يا هلا يا بنتي، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يابا. أنا رايحة فوق أغير. ومن قال لك ليش بتطلعين قبل ما تاكلين وقدامي بعد؟ بتاكل وبتخلص الأكل عنا كله بعد. إيش دعوة عاد؟ يا إنها ما تاكل بالمرة، يا إنكم تغصبون على الأكل. يا مو كفاية اللي سويته البارحة، فشلتنا قدام الناس اللي كنا رايحين لهم. صار خير يابا. ريم ارقي فوق غيري ملابسك ونزلي مرة ثانية تفطرين، بس مثل ما وصيتك كثري من السوائل وبعدين اكلي كل اللي تبينه. أنا آسفة يابا. يا يوبا اللي صار صار، وبعدين ما يحتاج تحسسون ريم غلطتها. انا دلع البنات كلش ما ابغي. انا مالي وجه اقابل ابو مبارك بعد اللي صار البارحه. يوبا اذا على سالفه العم مبارك انا قابله واعتذر منه، بس اللي صار حق ريم لا بيد ولا بيد. الو هلا عبير. مالك؟ لا لا ما فيها شيء. هي محمد جابها اليوم. عبير احنا بنعتذر على اللي صار البارحة. تسلميني الغالية. جاية؟ طيب هذه الساعة المباركة. بس يا ولدي ريم لازم تعرف غلطتها. اللي جالها كافي نتعرف غلطتها. بعدين احنا ما نحتاج نزيد عليها الرقابة. وخصوصا في اكلها وهاليومين بالذات. وليش؟ مو تقول انها صحته ما فيه شيء؟ الحمد لله. بس انها ترجع لاكلها وبسرعه وبمفاجاه راح ياثر عليها. المفروض تاخذ الموضوع هذا شوي شوي وهي عارفه الشيء هذا. انزين مع السلامه. عبير تسلم عليكم. يا في شيء لا انا لازم اروح لها اليوم قبل باكر. الحقيقه فيهم الخير. هذول ناس الواحد تشرف انه يناسبهم. وعبير ما شاء الله عليها خوش بنيه. ربي يسعدك معاها يا ولدي. ايش قاعد تقول يا ابو يعقوب؟ اللي سمعته من ابو فالح انه يبي يبيع المزرعه. هو قال لك انه القول غير واللي صار غير، وعلى قولته انه واقع في ورطه والدين كسر ظهره. لا حول ولا قوه الا بالله. والدبره حين جو عرض علي مشترى المزرعه، بس المشكله الفلوس. تبي الصدق يا ابو يعقوب؟ هذه ورطة ما نحسب حسابه. عاد أنا طلبت منه يصبر علي شوي أدبر الفلوس اللي يبيها. ومن وين بيجيب أبوي هالمبلغ وهو ما عنده؟ ما تحكى ما تقول ولا بتظل ساكت كذي. نوال أنا مخي خلاص وقف من التفكير، مو قادر أفكر شلون نجيب فلوس ونشتري بهالأرض. بس لقيتها. ليكون تفكرين باللي انا افكر فيه. هو صحيح يمكن مثل ما يقول ابوي ان عمي جاسم. يمكن ردنا، بس اذا ردنا شو نسوي؟ احنا قاعدين نحاول يا يعقوب. ما تظنين اذا احنا اتصلنا على عمي جاسم يعتقد ان احنا طمعانين في فلوسه؟ هذه مو وقت طمع او غيره. احنا في مشكله واحنا محتاجين عمنا يتدخل في الموضوع، ولا ترى احنا والوالد ما يندرى ايش بيصير لنا. زين اذا درى ابوي مو يمكن يزعل اذا احنا ما قلنا له؟ المفروض ان الموضوع يكون بيني وبينك وبس،
يعني انا وانتو بس. طيب انا حين بتصل على عمي جاسم. لا شنو؟ تليفون البيت ممنوع، لازم مكالماتنا تكون من برا البيت. اخ منك انت يا نوال، حاسبة لكل شيء حسابه، ما شاء الله عليك. زين طلباتك ان شاء الله شنهي؟ انا اقول لك انا لازم ادبر هالفلوس وباسرع وقت ممكن، ولا بيطير النخل من ايدي والعالم الله بالحال ايش بيصير. يا ابو يعقوب الله يهداك، هون وتهون لا تهتم، انا عندي كم سهم انزلهم بكره السوق وابيعهم، واللي يبون يبون، وفلوسي على فلوسك، وندبر لنا مني والله مني. يا ابو يعقوب ما تقدر تطلب سلفة من البنك؟ يعطوني عاد؟ هم يعطون، بس الأرض مو باسمك. يعني طار النخل من ايدي. محمد محمد يلا بسرعة محمد، ترى تأخرنا، أمي وأبوي ولي مسبقونا. ها أكيد هم. اي نعم بيت جاسم محمد.